مهمة جدا جدا، عشان المرة اللي فاتت حصل فيه لخبطة شوية كده. في عندي حاجة هنا اسمها الفيرب، اسمها ايه يا جماعة؟ ها؟ الفيرب. فيرب. سامعاني يا نور انت واخواتك؟ اخواتك سامعيني؟ ايوه يا مستر. فيرب، حاجة اسمها ايه فيرب؟ في نوعين، ريال فيرب ليه رير برنسبال فيرب، يعني في افعال اكسبل اساسيه يا اما اسمها برنسبال يا اما اسمها ريال. النوع الثاني اسمه هيلبنج فيرب. اسمه ايه؟ هيلبنج فيرب. نقول تاني، برنسبال فيرب، هو ايه الدخل اهوت، برنسبال برين فير اسمه ايه؟ اسمه ايه يا نور؟ ها؟ برنسبال فير وريال فيرب، هو فير هو فير اسم الفعل الاساسي، وفي حاجه اسمها هيلبنج فيرب، هيلبينج فير وحاجه اسمها هيلبنج ايه وهيلبنج فير فيرب. تمام. طيب يعني ايه بقى معنى الكلام ده؟ فبقول الهيلبنج عندي الاتي، الفعل يا اما برنسبل يا اما ايه هيلبنج، يا اما ايه برنسبل يا هيلبينج اما البرنسبل. معروفين اربعه، ايه هما الهيلبنج فيرب؟ فيرب تو بي اللي شرحناه المره اللي فاتت، ها، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، ودي فيكتيف فيرب. خليكم معايا. فيرب ايه يا ياسين؟ معايا ياسين؟ ايه ده؟ اياد، سامعني يا اياد؟ يا نور، يا ياسين، ياسين سامعني؟ ايوه يا مستر سامعني. بقول انا عندي الهيلبنج فيرب في فيرب تو بي، في فيرب تو دو، في فيرب تو هاف، وحاجه اسمها ديفكتيف فيرب، او هنسميها بعد كده نسميها موديل، اسمها ايه؟ مودلز فيربس. ركزوا موديل معايا، فيرب انا ما اقول لكم الافعال، الافعال يا اما تكون ايه؟ تفضل. معايا اياد، سامعني يا اياد؟ ها، برنسبال فيرب او بس هيلبنج فيرب. تاني الافعال كم نوع؟ بس ها هقوله، برنسبال ايه فيرب وهيلبنج وهيلبينج فيرب. فيرب ايه هي الافعال المساعده؟ فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو بي فيرب فيرب تو تو بي هاف، والموديل فيرب تو فيربس. هاف ركزوا، بقول لكم اهم حصه في الانجليزي كله الهيلبنج فيربس، فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، الموديل فيربس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي الافعال الاساسيه يعني ايه؟ قال لي الافعال نوعين، قلنا برنسبل وايه يا جماعه؟ وهيلبنج او اوكزيلياري. اوكزيلياري، قال لي بصوا اي فعل غير الاربعه دول، الاربعه دول اللي هي فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف والموديل، دي هيلبنج. اي فعل تاني يبقى برنسبل. شفتوا الجدول ده؟ كلمه ايت، ايت يعني ايه؟ ما الترجمه ياكل، جو، كوم، يذهب ووك، ال سايلنت، لوك، رايت، بلاي، بلاي ات، كول، سي. سي لا كلكم قولوا معايا، رن، ران جامب، ران جامب، جامب سليب، سليب كات. ليب انا كاكات انا 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 مش سامع صوتك يا ياسين. توك، ال سايلنس، ما ايه توك توك. توك ايوه، سينج، سينج سينج ريد، سينج ريد، ريد ريد رايد. رايد رايد ركزوا بقى، ركزوا، بقول لكم اهم حصه بشرحها لكم. الافعال دي كلها ايه يا جماعه؟ برنسبل ولا هيلبنج؟ لا برنسبل، يعني فعل اساسي. كل الافعال اساسيه ما عدا كام فعل؟ بصوا معايا، ها، اربعه، فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، الموديل فيربس. يعني ايه فيرب تو بي؟ فاكرين المره اللي فاتت لما شرحناه اللي هو ايه؟ ام، ها، و ام لا 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 لا، بصوا يا جماعه مع بعض، ايه هي فيرب تو بي؟ ام. قولوا يلا، ها ام ها، ام is or will
اسالك سؤال، باست لما ايه؟ شرحنا ام واز وارد قلنا عليه بريزنت ولا باست؟ بريزنت بريزنت. بريزنت بريزنت. امال بريزنت ووز بريزنت وير؟ ووز وير باست. باست. طيب في بعد كده فيرب، احنا النهارده كله على الهيلبنج فيرب. انا بس المره اللي فاتت حصلت لخبطه فشرحت لكم فيرب تو بي. انا دلوقتي بقول لكم ايه الموضوع، خليكم عم شوف عمال اكرر تاني الافعال. ما هو ما فيش جمله بدون فيرب، اهم حاجه في الجمله الفيرب. طب ممكن تركزوا معايا شويه كده، هقول لكم حاجه كده، خليكم معايا هنا. بصوا معايا، انا عشان اكتب جمله في الانجليزي الجمله لازم تبدا بحاجه اسمها ايه؟ اس، يعني سبجكت. اس يجي بعد السبجكت في، يعني فيرب. بيجي بعد الفي كومبليمنت. مش احنا لازم نكتب؟ امال احنا بنتعلم ليه؟ عشان تتكلم انجلش، علشان نكتب جمله الجمله تبدا بايه؟ سلام. سبجكت. اسمه ايه دوت؟ اسمها ايه؟ طب لا الاس اختصار لكلمه ايه اهي؟ سبجكت. اسمها ايه؟ اه سبجكت. سبجكت يعني ايه؟ سبجكت فاعل، وبعد الفاعل بجيب فيرب، وبعد الفيرب كومبليمنت. مختصرة بس، ايه بقى السبجكت؟ مش احنا اخدنا اي، ها فاكرين؟ وهي وشي وشي وات، وات قولوا معايا. واخدنا ايه كمان؟ ها وي وي ويو وزي وزي وزي. وزي قلنا ويو دول يعتبروا، دول يعتبروا ايه؟ ها الفعل دول يعتبروا ايه؟ subject سبجكت. subject يعتبروا ايه؟ subject لازم subject بقى. وعلى فكره subject ركزوا معايا، ما هو الانجليزي كله مترابط مع بعضه، وانا ركزي قلت لكم الكلام اللي بشرحه لكم للطلبه من اولى ابتدائي لغايه الجامعه، ما حدش ايه تاني اعدادي، اه تالته اعدادي، اه ثانويه عامه، اه اولى ابتدائي، اه كله. الفاعل ده لازم يكون اسم، يعني اي وهي وشي وات، وشرحنا لهم دول صح ولا لا؟ ولا نسيته؟ مش احنا شرحناهم ولا لا؟ شرحناهم. طيب النهارده بقى بنشرح بيجي بعد الفاعل فيرب. بس اسال سؤال، هو انا لازم ابدا باي وهي؟ يعني ينفع يا مستر ابدا مثلا بكلمه الي ولا ما ينفعش؟ اه بدل هي، بدل شي، ممكن اكتب نور، ممكن اكتب فاطمه، اياد. يعني لازم السبجكت يكون ناون اس. بعد السبجكت جه فيرب، الفيرب قلنا كام نوع؟ ها حد فاكر؟ ها وبريزنت برنسبل وهيلبنج، يا اساسي يا مساعد، ده اللي هنشرحه دلوقتي اهو، ثم يجي مكملات. تعال نرجع للي كنا بنشرحه من شويه، قلنا الفيرب برنسبل وهيلبنج، تمام. الافعال دي كلها اساسيه، الافعال المساعده ايه بقى؟ قولوا مع بعض يلا. اول حاجه فيرب ايه؟ ها to be، اللي هو ايه؟ ها كام؟ قولوا يلا. ها ام ام از ووز وير. يا جماعه انا لما وير بشرح لكم مش بشرح عشان انا اشرح وانتم تسمعوا، انا مش عايزكم تسمعوني، انا عايزكم تشاركوني تكلموا معايا. ها ام، قولوا معايا ها واز ام از ووز وير. ده شرحناه، هفكركم بيه دلوقتي. وهناخد كمان فيرب تو دو. لما اقول لكم دو يعني ايه؟ يعني دو، داز، ديد. لو قلت لكم فيرب تو هاف، على حد الاول فيرب تو بي يعني ايه؟ فاكرين معناه كان ايه؟ فعل ايه؟ يا حلاوتكم يا جمالكم يا طعمتكم. فيرب تو بي يعني ايه؟ لما اقول اي ام ابوي، اي ام اجير، يعني يكون. فيرب تو بي يعني فعل ايه يا جماعه؟ يكون. لما اقول اي، طب امال فيرب تو دو، دو يعني ايه؟ ها مكتوبه قدامك والله، فعل يكون وادي فعل يعمل. امال فيرب تو هاف، ها يملك. في موديل فيربس والود شال وشود، كل دول هندرسهم يا مستر. ممكن تقول لنا لو سمحت، هي الهيلبنج فيرب دي لها فايده؟ احنا بندرسها ليه؟ بصوا يا جماعه، في بعض الاحيان يقول لي نيجاتيف، ننفي الجمله، يبقى لازم استخدم الهيلبنج. في بعض الاحيان يقول لي تنسز الازمنه، البريزنت سيمبل والباست سيمبل وكونتينوس، يبقى لازم الهيلبنج. يجي نتعلم ازاي نعمل سؤال زي ما هعلمكم،
بعد كده في حاجه اسمها اكتف حاجات. شوفوا مستحيل التعامل مع الانجليش بدون الهيلبنج فيرب. اول فيرب ايه بقى عندي؟ ها خلاص فهمتوها دي ولا لا؟ ها تعالوا بقى، اول فيرب اللي هو ايه؟ فاكرينه اللي انا بس بشرحه بطريقه ثانيه، فيرب تو بي اللي هو ايه بقى؟ فاعل يكون. اي تاخد ايه؟ فاكرين؟ ام. وهي تاخد ايه؟ از. طب علي، علي على فكره ده شرحته بس انا بعيده ده عشان تفتكروا مع علي تاخد ايه؟ از. طب لو قلت منى، لو قلت منى از از از. طب فاطمه از. اياد از. از على طول، بس دول فين؟ في البريزنت. طب هنا ايه؟ انا عايز ياسين يقرا لي الجمله الاولى كده. ياسين ها ياسين اخويا يا مستر. ايوه ما هو في ياسين التاني غايب النهارده. ها قول يا ياسين. ها I am a doctor. يلا يا محمد اخوك يلا ها قول. He is a player. برافو. يلا يا اياد. Ali is a bit. ابيوبل تمام. قال ايزابيل. يلا يا فاطمه. وايه؟ We are teachers. We are teachers. Teachers. The boy is ايه؟ طب ليه هنا حطينا ار يا نور؟ ليه حطينا ار يا نور هنا؟ عشان في اس. عشان بويز جمع. طب هنا ار ليه؟ عشان وي جمع ومترجمه قدام. خلاص ادي كده خلصنا من فيرب ايه؟ في مشكله في تو بي؟ لا. اول ما اقول لكم يعني ايه فيرب تو بي، يعني ام واز وار ووز وير، وخدنا تمارين عليه. الملف ده اول ما بخلص ببعت لكم كله تاني، وفي تمنح الله ببعت لكم بي دي اف وبعت لكم الشرح بتاعه كمان. تمام. وفيرب طبعا تعالوا كده مع تاني حاجه فيرب تو دو. كام حاجه؟ دو وداز وديد. اسمه ايه بقى؟ دو وداز وديد. دو داز وديد. خلي بالنا، خلي بالكم كلمة دو مع اي. خليكم كده معايا. اي اي تاخد ايه؟ اي تاخد ايه؟ ها دو. قلت الاس. هي. طب بصوا كده هي وشي. ياخدوا ايه؟ ها؟ طب الجمع كلمة وي ويو وزي. ياخدوا ايه؟ دو. امال ديد دي ايه؟ دي الماضي. جد ديت الايه؟ الماضي. الماضي. يلا اهي نقرا مع بعض المره دي كلنا. انا قولوا كده اي دو ماي ورك. اي دو ماي ورك. يلا ما هي نمبر 2. ها شي داز هير ورك. بعدين هي ايه بقى؟ داز هير ورك. داز هي داز زي ايه؟ دو زير ورك. اي ديد. اي ديد. بسالكم سؤال، ايه الفرق بين لحظه ايه الفرق بين اي دو ماي ورك واي ديد؟ دو ده يعني المضارع وده ماضي وده نفسه. تمام خلاص. قال لك يستخدم فيرب تو دو دوت في حاله النفي وتكوين السؤال. لما نيجي ناخد النفي والسؤال افكركم فاكرين دو تقولوا اه دو داز، هنستخدمه كتير. تمام. بعد كده فيرب تو هاف اللي هو هاز وهاف وايه وهاف. خليكم معايا، انا ممكن استخدم هاز وهاف وهاد، وممكن هاز تو بهاز جوت هاف تو، مفيش فرق. يا ايه الفرق يا مستر؟ بصوا كده معايا لحظه معايا. فيرب تو هاف هو يملك. الجمله دي بتقول ايه؟ اقروا كده. ها هي هاز ا كار. هاز ا كار. طب الجمله الثانيه. ها She has a book. Has a book. It has a tail. يعني يوم يملك. طب افرض حطينا بعد has و have. طب بصوا I تاخد have. We تاخد have. You تاخد have. They تاخد have. أمال الماضي بتاعهم كلمة إيه؟ يا نور. سامعاني يا نور؟ طب أنت سامعيني اسمك إيه؟ هتقولي نور. لا بنسي اسمك بس ما تنسيش الهيلبنج فير يا بصوا مالكوش شغل النهارده، اللي احنا هنحفظ الهيلبنج فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف والموديل فيربس.
خلاص معايا؟ بعد كده اخر حاجه بقى ايه الموديل، بقولها بسرعه، ها ويل ايه بقى؟ وود. كان، قولوا معايا يلا، ها شود، كان، كود، مي، مايت، ماست، اوتو، دول اسمهم ايه؟ موديل. اسمهم ايه يا جماعه؟ موديلز فيرب. موديل كلمه وانا مترجمهم هيقول لكم في الورق معاكم مترجمين، كان تبقى الماضي بتاعها كود، ويل ها ويل تبقى ايه؟ وود. الالف. طب شال، بص هنا، شود شود. شود. اقول لكم حاجه، ركزوا، خليكم فاكرينها طول حياتكم، اللغه الانجليزيه لا تشرح ولا تفهم، تحفظ. يعني انا بعد ما اخلص لو ما مسكتوش الورق او من الملف في البي دي اف وحفظته يبقى كله تضييع وقت. انا لما اجي المره اجي اقول لكم الموديل فيرب هتقول ايه؟ كان، كود، ها، ويل، وود، شال، شود، ماي، مايت، ماست، اوتو، والمعاني قدامكم. اقول تاني ولا فيها مشكله؟ كان كل اي لا مش كول، لا ال سايلنت. كان، كود، ها، ويل، وود، ويل، وود، ايوه، شال ايه؟ شود، شود، ماي، مايت، ماي، مايت، الجي اتش صح، وماست، او تو، الجي اتش ايه صح. خليكم معايا من حاجه قلت لكم، كل اللي بقوله ده موجود في جميع في كل السنين، الكلام ده موجود والجرامر ده موجود في كل سنه، ما حدش يقول ده تانية ابتدائي ولا ثالثه ولا رابعه ولا خمسه ولا ثالثه اعدادي. تانية اقول تاني، احنا بنتكلم عليه دلوقتي النهارده الهيلبنج فيربس. تمام خلاص يا مستر، بالراحه نلخصها كده بسرعه. قلنا فيرب تو بي، ام واز وار ووز اهي، وفيرب تو دو اللي هو دو وديد وداز ماضيها ديد، ها، وادي فيرب ده زي ملخص سريع، وادي المين موديل فيرب، شال، شود، ويل، وود، كان، كود، مي، مايت، ماست. الكلام ده نعمل فيه ايه؟ نحفظه. بعد كده قلت هنمسك كل فعل، ده اللي شرحته المره اللي فاتت، فاكرينه ولا نسيتوه؟ مش هشرحه دلوقتي. ها فاكرينه يا تمام. بس للاسف للاسف اديتكم تمارين ما فيش حد فيكم بعت لي حل تمرين واحد. مفيش حاجه جات لي. انا خليتنا هنحل التمارين دي كلها، هنحلها مش المره دي، لان انا حليتها. يعني هنا ساره، يا محمد، محمد قول يا محمد، ساره ام ولا از ولا ار هابي؟ سارة ايه الشطار يا شطور، يا شطور انت يا فاطمة. زيس كات ار ولا از ولا ام؟ زيس كات از. از اياد، اي ام ولا اي از ولا ار؟ اي تاخد ايه يا اياد؟ هو ما حضرش معانا. اي تاخد ايه يا جماعه؟ ام. اي تاخد ام على طول. اي تاخد ام. خلاص دول كلهم انا حليتهم معاكم، مش هشرحهم دلوقتي، واجب عندكم. تمام. وخدنا فيرب تو بي في الماضي، فاكرينه ووزو ايه؟ اكوير. وبعت لكم الفيديوهات بتاعتهم، مش هشرحها دلوقتي. تمام، كل ده اخدناه. تعالوا بقى نزود بقى معلومه جديده، فيرب تو بي ايه بقى؟ على فكره في كلمات جبتها لكم، بصوا قبل ما انسى، مجموعه الكلمات الهيل البرنسبل دي حفظ، بسمعها الحصه الجايه اللي هي دي ايت جو حفظ يسمعها. تمام. انا وانا في الحصه هقول، قولي لي يا فاطمه يا نام، تقولي سليب، قولي يا نور، كل واحد اقول له كلمه كده ويرد عليا. خلاص دي اول حاجه. تمام. بعد كده في ايه بقى؟ لحظه، هناخد بقى الدرس بتاعنا، ما احنا فيرب تو بي ده شرحناه، مفيش داعي اضيع وقت فيه تاني دلوقتي. اول حاجه جديده النهارده، ملحوظه هامه، في عندي حاجه اسمها ادجكتيف. عارفين ادجكتيف يعني ايه؟ الصفه. كلمه تول، تول يعني ايه؟ طويل. شورت. قصير. طب بيوتيفول، 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 جميل، باد، سيء. بس خلاص انتوا برافو عليك، خليكم معايا قبل ما اشرح ركزوا. دي بقى الصفات، الصفه وعكسها. يلا، جود عكسها ايه؟
نيو نيو بول اللي بعد يلا ها بيج بيج سمول تول شور لي نير فار اوبن كلوز كول موت يلا ها انتوا كده يلا ها قولوا يلا ها داون فاست سلو ليفت رايت ترو سترونج سترونج ويك كلين دير ديفيكال ديفيكال ايزي شيب ايوه اكسبنسيف هابي فاتن حد فاهم حاجة؟ الصفات دي نعمل فيها يا جماعة لو ما حفظناهاش يبقى بنضيع الوقت أنا مش هديكم حفظ كتير النهاردة أدي أول حاجة دول واجب حفظ وحفظ بس بقول إيه بقى القاعدة بتقول إيه بقى؟ إحنا عارفين فيرب تو بي في المضارع اللي هو آم وإز وآر اسمه إيه؟ آم وإز وآر الماضي آم وإز وآر خلي بالنا التكرار بيعلم ايه زي ما بيقولوا التكرار بيعلم مين الشطار انا عمال اقول واعيد واكرر عشان يتحفظ فيرب تو بي في المضارع ام واز وار بس محمد ناسي هو فيرب تو بي معناه ايه يا محمد يعني ايه فيرب تو بي يكون برافو برافو خلاص خلاص قال لي استخدامات فيرب تو بي بيجي بعديه صفه يعني ايه صفه بصوا كده I am good. I am good. He is. She is. It ممكن نقول ايه؟ He is strong. She is weak. يعني verb to be يجي بعدين دايما صفة. Good. Bad. Strong. لما ابعت لكم التسجيل بتاعه مش هيبقى فيه تعليق هتلاقوه واضح جدا ما تخافوش. طيب ركزوا معايا. وادي وي ويو وزي ياخدوا ار. في غلطة في الكلمات دي حد عارفها يطلعها لك لا مفيش غلطة كاو مفرد تاخد از هاوس مفرد از وي وي يو وزي ياخدوا ايه ار وكل حاجة مترجمة قدامكم تعالوا بقى معايا أهم حاجة في الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي ركزوا معايا احنا بنجيب سبجكت يعني ايه سبجكت حد عارف الفاعل اللي هو اي وهي منى وبعدين اجيب بعديه ام او از ار ووز وير وبعدين ممكن اجيب ادجكتيف وممكن اجيب ناون يعني ايه يا مستر بصوا لك افهموا فاعل يعني ايه فاعل بصوا كده باوصف واحد فيكم بس هقول هي هي ده اللي هو الايه الفاعل تاخد ام ولا از ولا ار از وممكن ووز از او هقول سترونج سترونج يعني ايه ها قوي قوي سترونج قوي كلمة سترونج هل حاطين قبلها ا او ان؟ لا بصوا هي از سترونج احنا شرحنا قبل كده ا وان مش احنا شرحناهم؟ لا مفيش طب بصوا كده الجملة دي بجيب فاعل ام واز واجيب ا وان امتى نحط ا وان قبل الصفة؟ اذا جه بعديها اسم يعني ايه يا مستر؟ بصوا كده افهموا بقى الحتة دي نقرا مع بعض يلا هي از بولايت كلمة بولايت يعني كلمة بولايت يعني ايه بولايت؟ ها؟ مؤدب كلمة بولايت هل كلمة بولايت حاطين قبلها حاجة؟ لا لا طب ايه الفرق بين هنا هي هنا هي ادي از ادي از ايه ده يا مستر؟ ده حطينا ايه؟ بولايت بوي بقول للصفة لو جه بعدها إيه نحط ايه او ايه حد فهم حاجة الصفة لو جه بعدها إيه شوفوا هي از ابولايت طب شوفوا التانية ات از سترونج هل قبلها ايه او ان لا طب ايه اللي بعدها كده ها ات از ايه بقى ايه سترونج ليه حطينا ايه عشان سترونج بعدها اسم I am good. هي good قبلها حاجة؟ انتوا سرحتوا تعبتوا ولا ايه؟ هنخلص اهو. I am good. قبلها حاجة؟
I am a good man يعني الصفة لو بعدها إيش ها she is beautiful ها she is a beautiful girl. أنا مش هكتر خلاص خلاص ما تزعلوش. في إيه بقى كده خلصنا الشرح. الواجب إيه؟ أنا رايت سنتنز هنا. أنا هبعت لكم الواجب إيه دلوقتي. كل الجمل دي هتتحل. بقول لي حط أم وز هو في الملف معاك. الأول زيز بقول لي حط أم وإز وأنا هحل معاكم جملة بس. ها زيز هير تويز. زيز دي مفرد ولا جمع؟ جمع. خلي بالنا في كلمة زيس هذا للقريب جمعها زيز يبقى جمع. يبقى تاخد أم ولا إز ولا آر؟ ها تاخد آر. أنا ببعت لكم أقول لكم حلوا صفحة كام وكام. أنا ببعت لكم الملف دلوقتي وبالليل ببعت لكم الفيديو كامل واقول لكم التمارين بتحل ايه. هنقف عند فيرب تو هاف. فيرب تو هاف ده اللي هناخده المره الجايه. التمارين دي كلها تتحل. هبعت لكم. حد دلوقتي عنده استفسار؟ فهمتوا حاجه النهارده؟ ايوه احنا النهارده اتكلمنا على الفيرب وعرفنا فيه كام حاجه. برنس لا اجيبها لكم كده من الاول. قلنا في عندي كام حاجه. ها الفعل helping اللي هو verb to be و verb to have verb to have والmodal verbs. وفي بقى أي فعل غير الأربعة دول يعتبر إيه؟ ها principal. يا ياسين نعم. كلمة play principal ولا helping؟ كلمة play الفعل play helping. يا راجل هو هيلبينج موجوده تبع دول؟ برنسبل يا مستر. لا برنسبل. اسالكوا سؤال تاني. برنسبل. طب كلمه استدي. استدي يعني مذاكر. ها هل هي من دول؟ هل هي من الاربعه دول استدي؟ لا برنسبل. لا برنسبل. برنسبل. طب جو. جو جو يعني يذهب. ها برينسيبال. برافو عليك. فهمنا خلاص. اتمنى تكونوا فاهمين. الحصه الجايه بتاعتنا ناخدها امتى؟ انا عايز اثبت لكم المواعيد. طبعا في الحد بس يوم الحد الساعه 9:30. ما ينفعش تاخدوا الخميس ولا عندكم حاجه الخميس؟ لا